سلم عليك يا رسول الله. 2 كيلو دقيق، معلقتين خميره، معلقتين ريحه كحك، كيسين لبن بودره، كوبايه الا ربع سكر، محلب ب 15 جنيه، كوبايه الا ربع سمسم. دي المكونات الجافه. كيلو ونص زبده، كيلو ونص زبده على ال 2 كيلو، دي كلها مقادير 2 كيلو دقيق. اه تمام، كلها على بعضيها على ما يدعك الزبده. يا كحك العيد يا احنا، يا مسكاويت يا احنا، يا شربات يا احنا، يا كوبايات يا احنا، يا كريم يا احنا، يا كعب الكيلو يا احنا. دلوقتي بقى ماما ربت ريهام ربت الزبده، وماما قلبت المكونات الجافه ونزلت بيها على الزبده، وريهام بقى هتعجن. لا يلا ده كده كحك على البارد، ده كده كحك على البارد مش على روح. يجي كحكه دي كحكه دي ايه؟ كحكه يا خلاص يا ميس، كل سنه وانت طيب يا طميل. روح يا